قيم الديمقراطية الشعبية تتجدد وتتسع وتزداد كل يوم شبابا. ومع تواصل عمليات بناء المجتمع الجديد الذي ترفرف عليه رايات الحرية والسلام والتقدم الاجتماعي والازدهار والرخاء، يتواصل تغير وجه الحياة. إنجازات شعبنا التي أحرزها في مسيرته المضفرة منذ انتزاع استقلاله الوطني الناجز غير المشروط في 30 من نوفمبر عام 1967، تتطور حياته الاقتصادية والاجتماعية المتدفقة بالعطاء غير المحدود، ويصبح كل شيء مسخرا لرخاء الإنسان اليمني. لقد شهدت المدن والأرياف تغييرات كبرى في بنيتها الاقتصادية، وبرزت علاقات إنتاج جديدة أدت إلى إحداث نهوض شامل للمجتمع انعكست آثاره على حياة المواطنين إيجابا. إن من يشاهد كيف تدب الحياة في بلادنا بالحيوية والنشاط يلمس أن شعبنا الذي يستمد العزيمة والقوة لمواصلة مسيرته من التراث النضالي والتقاليد الكفاحية التي ورثها عن الآباء والأجداد، يحقق أهدافه النبيلة ويواصل تحقيق الانتصارات على صعيد بناء المجتمع الجديد رغم كل الصعاب والمحن. فالتضحيات التي قدمها والأمثلة التي ضربها تأتي في هذا السياق، وتعبر عن تصميمه على بناء حياته الفضلة، حياة خالية من الاستغلال والظلم وصنع التحول اللاحق وتحسين مستوى معيشته باطراد. إن من معالم تغيير وجه الحياة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية انتشار الوحدات السكنية الجديدة المريحة والصحية والمتناسقة، وشوارعها الرحبة تسطع فيها الأضواء فتتألق بوهج الإنارة التي أضاءت كل نقطة مظلمة في حياة شعبنا الذي يزيل تركة قرون خلفها الماضي الاستعماري. إنه من المفيد الإشارة هنا إلى أن تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية في المدن والأرياف واكبه هذا التوسع في مشاريع الإسكان، ورافقه أيضا إنشاء عدد من مصانع المساكن الجاهزة وتطوير مستلزمات صناعة البناء الأخرى، وفي ذات الوقت تشجيع المواطنين على بناء مساكن شخصية لهم. على سبيل المثال قبل عقدين من الزمن ورآها اليوم، لتتملكه الدهشة من التغير الواسع الذي طرأ عليها واتساعها وازديادها سحرا وجمالا. هذه الوحدات السكنية التي تنتصب بالذات في مواقع التجمعات السكانية العمالية والفلاحية على الأخص، تبنيها الدولة للمواطنين بإيجارات زهيدة لم تكن متاحة قبل الاستقلال إلا لفئة محدودة جدا ارتبطت مصلحتها الضيقة بمصالح المحتلين. ونظرا لأن كل شيء في مجتمعنا مسخر لخدمة الإنسان اليمني،
فإن شعبنا يبدي حرصا غير عادي في المحافظة على استقلاله الوطني الذي انتزعه بقوة إرادته، ويوظف طاقاته وإمكانياته لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتطوير الخدمات العامة، على أن الإسكان ليس سوى أحد الجوانب التي تم فيها النهوض بحياة شعبنا، فثمة مجالات وقطاعات أكثر حيوية نشير إلى أن إحداها قطاع الخدمات الصحية، وهي خدمات مجانية متاحة بتكافؤ للجميع وكل المحافظات وكفلها الدستور. فقد شهد هذا النظام تطورا في جوانبه المختلفة لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، الأمر الذي سيكون له أبلغ الأثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فقد زاد عدد الأطباء أضعافا، وبنيت عشرات المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات التخصصية، وتهدف خطة التنمية الخمسية الحالية ضمن أمور أخرى إلى توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية للمواطنين. غير أن الخدمات الصحية تبدو أكثر تميزا بإلاء عناية خاصة للأطفال براعم المستقبل المتفتحة. تغير كل شيء اليوم، والعناية بالطفولة تجد تجسيدا آخر لها في رياض الأطفال المزدانة بالحدائق، حيث نستطيع مشاهدة الطفولة البريئة الحريصة على بعث الحياة في زهور ذابلة، وتمارس ألعابا تكتسب منها مهارات أولية ذهنية. وتقوم المربيات المتخصصات بدور حيوي في تنشئة شباب الغد بروح حب الوطن وحب الحياة وحب الإنسان. وعلى نفس النهج تم شق الطريق أمام الشباب كي يعدوا أنفسهم للغد الواعد الأفضل والسعيد، ولكي يطلعوا بأعباء النهوض الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل. ويتعين في هذا السياق القول إن مجال التربية والتعليم هو الأكثر إشراقا في تجربة بلادنا، فالتعليم المجاني توسع أفقيا ورأسيا للجميع كحق كفله الدستور. وقبل الاستقلال الوطني لم يكن التعليم متاحا إلا لخمسة عشر ألف من بين كل مليون مواطن، ولكن إلى مرحلة الابتدائية فقط، وقليلون جدا من سمح لهم بمواصلة التعليم في المراحل التالية. إن ديمقراطية التعليم أتاحت مجانية التعليم من رياض الأطفال حتى الجامعة، بل وما بعد التخرج للجميع وبتكافؤ. وتستوعب خطة التنمية الحالية بنجاح تدفقات الطلبة في كل مراحل التعليم. إنها خطوة مهمة باتجاه بناء الإنسان الجديد والمجتمع الجديد. تواصل عمليات بناء المجتمع الجديد عادت الخصوبة إلى التربة في الأرياف، فهناك تحول البؤس الذي خلفه الاستعمار إلى رخاء بعد انتزاع الاستقلال الوطني الناجز في 30 من نوفمبر عام 1967، وأخذت الإشراقة تعود إلى الحياة، فاستصلحت أراض جديدة وبنيت مزارع حديثة وشيدت السدود وشقت قنوات الري ودخلت الميكنة، فزاد عطاء الأرض للإنسان اليمني.
وحفرت أيضا مئات الآبار، فتدفقت المياه لتظهر صورة جديدة مناقضة للواقع المزري الذي خلفه الاحتلال حين ترك عند رحيله غالبية أبناء شعبنا ضحية العطش. في حين كانت الحيوانات تنفق والأرض تتشقق، غيرت الأرض حدائق وبساتين تنتج أجود ما تعطيه أصقاع اليمن من الفواكه حلوة المذاق والخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل. ومما أعطى دليلا آخر على علو همة الإنسان اليمني وارتباطه بالأرض إيلاءه عناية بزراعة المدرجات التي تقام في السفوح ويزرع فيها محصول البن، وهو من أجود أصناف البن العالمي. إنها مدرجات أبدع الإنسان اليمني في صنعها. الخصوبة للأرض تتتالى اتساع الخدمات الاجتماعية في الأرياف، وتنامى اطلاع الفلاحين بدورهم مع العمال في صياغة المجتمع الجديد بخطى واسعة. إنهم يتكاملون في بناء الاقتصاد المتطور، فالفلاحون يقدمون المواد الخام التي تعطيها الأرض لتشغيل آلات الصناعة الجديدة، فيتوفر احتياجات المجتمع من السلع المختلفة وبجودة عالية. إن إدارة الإنتاج الصناعي تتم من قبل كوادر يمنية تلقت العلوم والتدريس المهني والفني في المؤسسات العلمية للجمهورية وغيرها من المؤسسات. أعطت المؤسسات العلمية آلاف الكوادر للصناعة الوطنية، وفي سياق بناء وتشغيل المؤسسات الصناعية الحديثة والتأهيل المهني والفني للكادر اليمني، تشكلت مجموعات العمال المهرة والفنيين يرتبطون جميعهم بأشكال الإنتاج الحديثة، فرفضوا الاقتصاد الوطني بإمكانيات جديدة انعكست إيجابا على تحقيق مزيد من الرخاء وتحسن مطرد في مستوى معيشة المواطنين ونهوض شامل في حياة المجتمع. ومما له دلالة خاصة أن إنتاج الكهرباء في الجمهورية سيصل إلى 800 مليون كيلو وات ساعة عام 1990 ميلادية، الأمر الذي سيوفر مزيدا من الطاقة لتطوير فروع الصناعة والزراعة، ويخدم في ذات الوقت رفاهية المواطنين وسعادتهم. توسيع المنشآت الصناعية القائمة استعدادا لخطط المستقبل الواعد بالخير وبالرخاء وتنشيط فروع الاقتصاد الوطني. وتبذل القوى المنتجة الجهود لبناء المجتمع الجديد السعيد الخالي من الاستغلال الاجتماعي وكافة أشكال الظلم والاضطهاد. قطاعي الصناعة والزراعة يجري استثمار وتطوير الثروة السمكية والصناعة السمكية. هذا القطاع الذي يشهد حاليا تنفيذ مشاريع كبيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الأسماك. وقد زود القطاع السمكي بسفن اصطياد حديثة وقوارب الصيد، وبنيت مستودعات عدة لخزن الأسماك. ويحظى الصيادون التعاونيون بمختلف أشكال دعم الدولة كي يسهموا في تطوير هذا القطاع، وبالتالي في النهوض الشامل لمجتمعنا.
إن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية غنية بسواحلها الزاخرة بمختلف أجود أنواع الأسماك. إن شواطئها ومياهها تزخر بالأسماك النادرة وبشعب مرجانية تعتبر ثروة نادرة في العالم. إنها من أجمل مناطق تحت الماء في العالم. إن الثروة السمكية تستغل لصالح النهوض بمجتمعنا والتحسين الدؤوب لمستوى معيشة الإنسان اليمني. أبناء شعبنا بشواطئ بلادنا الجميلة الذهبية وسواحلها الفضية ذات الرمال الناعمة وبشمسها الدافئة. إنها شواطئ يقصدها السياح للتمتع بمياه البحر الزرقاء الهادئة. إن المواطنين يستمتعون بها وينعمون بالمنشآت والمرافق التي بنتها الدولة ووضعتها تحت تصرفهم لقضاء أوقات مريحة. اكتشاف النفط في اليمن الديمقراطية لخير الإنسان اليمني وغده الواعد الزاهر. لقد اكتشف بكميات تجارية وبنوعية جيدة وسيسخر لبناء الاقتصاد الوطني والتحسين المستمر لحياة شعبنا ورفاهيته. وبالعمل يتواصل تحويل تركة الاستعمار من البؤس والشقاء إلى ازدهار ورخاء. ويتوالى انعكاس نجاحات البناء الاجتماعي على حياة شعبنا. كل هذه النجاحات تتيح إطلالة على المجتمع الجديد المتطور الذي تبدو ملامحه ومعالمه في الأفق واضحة للعين. النجاحات تجد لها تعبيرا في تطور الفنون الشعبية. هذه الفنون غدت اليوم تعبيرا عن حياة جماهيرنا بكل قسماتها، تعبر عن أفراحها بحياتها الجديدة والمتجددة. إنها الجهود تتواصل كي تصبح الفنون أكثر فأكثر معبرة تعبيرا صادقا عن الحياة النابضة بالحب والعمل من أجل بناء الحياة الجديدة.